أسعد الله مساءكم، تحية لكل مشاهدينا، تحية لكل أوفياء برنامج بالقانون. كالعادة نتواصل على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، فلا تترددوا في الاتصال بالبرنامج، سنكون بإذن الله أذانا ساغية. معنا أول اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. يسلمك يا الأخ. أنا امرأة مطلقة، حبيت برك كش ما دير لي نداء كش ما الناس يقفوا معايا. لا ما كان. علاش يقفوا معك الناس؟ ما عنديش، ما نكذبش عليك. نعم، مطلقة. ما عنديش. مطلقة، عندك أولاد لا ما عندكش؟ عندي بنت واحدة. عندك بنت واحدة، وقتاش طلقتي؟ وش من سنة؟ عندي درك عامين ونص من المطلقة، بس عندي مازالني في الشرع، مازالني إن شاء الله. كيفاش مازالك شرع؟ عندك عامين ما طلقتي؟ إيه طلقت، عندي أوراق شهادة الطلاق، عندي كلش مطيحة اسمي كلش. وراح طليقك يعطيك النفقة ولا لا؟ لا مازالني شرع معاه، بس يدير هو النفقة والكرا اللي راهو يمد فيه ليا ما يلحقش باش نوفر مسكن لبنتي. بس راهو يدفع. ايه مره يمد مره ما يمد شويه رايحه. شحال عندك نفقه؟ شحال عندك نفقه وايجار؟ شحال كل شهر؟ كلش حسبوا لي 2 ملايين. 2 ملايين. سؤال خارج الموضوع هذا، ما عندكش اهل؟ اسمحي لي، ما عندكش اهل؟ معليش انا الاهل تاعي زواوله. لكن نقول كي نقول الاهل معناتها انا نقصد الانسان المحيط نتاعو، يعني عمامه واخواله جيرانه لاباس بهم. الأهل تعم عليه؟ لا لا، الناس اللي المحيط تاعك، هذا الناس هذو ما يقدروش يساعدوك. خلينا نحكيوا على ظاهره في المجتمع، انت مطلقه، الاب تاعك والاخوه تاعك ما يقدروش، ولكن المحيط هما فقراء، هما باش يلحقوا لرواحهم ما لحقوش باش يعاونوني انا. نعم حقيقه، فهمت. انا حبيت نداء كش ما الناس يتبرعوا لي، كش ما الناس يعاونوني، يجوا يشوفوا الحاله تاعي، ما كاش مشكل. نعم طبعا، خلي معلوماتك للتقنيين، ربما كاين محسنين ممكن يتصلوا، ولكن انت فتحتينا باب دوك نجاوبوك. طلب مساعده ولكن نجاوبوا هذا الرجل اللي يتزوج بامراه ويطلقوا وما تفهموش سبب منها ولا سبب منه. ولكن كيفاش تقبل ان بنتك او وليدك او ابنائك بعد الطلاق؟ انا نعرف اللي النفقه اللي يمدها 4 أضعاف المقررة في المحكمة، ولما تسأله تقول له علاش، يقول لك لأنه أنا ما نرضاش نكون عايش حياة حسنة ولادي عايشين حياة بائسة. ما نقبلش أنا عايش في ظروف حسنة ولادي عايشين في ظروف سيئة، لأني نعرف أن البيئة تاع الأم تاعهم وجدهم والعائلة تاع الأم تاع أولادي بيئة فقيرة جدا، ما يقدرش. يقول لك أنا لا ما قدرش. لذلك هذه نتائج وتبعات الطلاق، نتائج وتبعات الطلاق كبيرة جدا. عدم المسؤولية تاع الزوج، وأحيانا عدم القدرة المالية، ما عندوش شوا ثاني ما يقدرش، ولكن يروح يعاود حياته وهذا حقه طبعا، ولكن الحياة الجديدة يعيشها أحسن من الحياة الأولى، لأنه يسمح لنفسه في العائلة الجديدة أولاد جدد يصرف عليهم، ولكن بالمقابل يقول لك أنا الشرع أو ما يعرف بالحكم القضائي قرر لي ندفع كل شهر 20,000 دينار ندفعها، حتى إذا كانت التمدرس تاع بنته فقط يتجاوز 20,000 دينار شهريا. هذا الشيء يدفع الأم الحاضنة أنها تتسول، يدفع الأم الحاضنة أنها تخدم في مهن مذلة وتمس بكرامتها وتحط من كرامتها. إذا تبعات الطلاق خطيرة. في كل مرة تجي مناسبة نقول لابد من إعادة النظر في قانون الأسرة فيما تعلق بالنفقة وبالحضانة وبالإيجار وبالزيارة، تفاصيل ما بعد الطلاق. قبل الزواج ما كانش مشكلة، كل شيء حسن وحلو. أثناء الزواج نفس الشيء، المشاكل تطرح بعد الطلاق، حتى إذا كانوا كاين مشاكل أثناء العلاقة الزوجية ورحل الطلاق لا تطرح أي مشكلة، تبقى بينتهم في البيت. ما بعد الطلاق هو أكبر مشكل يعاني منه الأطفال بعد الطلاق، فدون الحديث عن المشاكل اللي يعانيها ربما الطليق أو الطليقة. معنا اتصال. ألو. ألو. نعم مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك، تفضل.
أستاذ، عندي قضية تعميرات. نعم. فيما يخص عندي نزاع مع الإخوة، أنا أكبرهم سناً. نعم. أنا يتيم الوالدين، مع الأب والأم متوفيين. أنا دوك نطلب حقي تاع البيت اللي هو باسم الوالد من إخوة والإخوة، وإش قالوا لي أستاذ؟ قالوا لي البيت راهي وقوف، ما تتباع ما تشرى. اسمح لي الأخ. بابك توفى. نعم. بابك توفى. نعم، أبي متوفي. نعم. إيه صح. وإش خلى بابك؟ خلى يعني دار، يعني فيلا. خلى فيلا. الفيلا دي شكون ساكن فيها؟ إيه. نعم. شكون اللي ساكن فيها؟ تكن فيها الإخوة تكن فيها. أنت راك ساكن بقى خارج الفيلا؟ نعم. أنت راك ساكن؟ أنا خارج الفيلا. نعم، أنا خارج الفيلا. طبعا هو اللي ساكن في الميراث. ساكن في ولاية بومردات، وساكن في ولاية بومردات أستاذ. سيدي اللي ساكن في الميراث. عندي مدة ملي اعتزفت البيت العائلي، ودوك أنا ألو. سيدي اللي ساكن. نعم. اللي ساكن في الدار تاع الورثة. نعم. لو كان جات ليه ما تقسمش، تبقى هكذا كيبقى ساكن هو، واللي راهو برا كأنه ما يسالش. ولما تطلب حقك. نعم. لما تطلب حقك داخل الدار هذه، كل العائلات اللي ما تهدرش معك. قال استاذ، انا كي قلت لهم اعطوا لي حقي، قالوا لي الدار يوقف، ما تتباع ما تشرى. لعلمك استاذ، الدار هذه راهي باسم الوالد حتى الان، امي مطلقه. كيفاش امي مطلقه وهي وقف ما تتباع ما تشرى؟ انا هادو اللي ما فهمتهاش استاذ. واش دخل الام تاعك في الوقف؟ الام تاعك واش دخلها؟ الام تاعك مطلقه لا ترث. ما تورثش. نعم. ما تورثش الام تاعك. يورثوا الخوه تاعك وانت. نعم، انا اكبرهم سنا استاذ. انا اكبرهم سيدي. سنة. انت اكبرهم سنا ولا اصغرهم سنا؟ واش دخل اكبرهم؟ زعما انت كبير تدي اكثر منهم. لا ما فهمتنيش استاذ، قالوا لي راهي وقف ما تتباع ما تشرى. اي نعم. وانا راني حاب ندي حقي في الميراث تاع ابي. اي عندك عقد الملكيه؟ لا هذيك انا حاب كيفاش نبدا الاجراءات استاذ، مانيش عارف كيفاش نبدا الاجراءات. عندكم فريضه ولا ما عندكمش؟ نعم. فريضه عندكم ولا ما عندكمش؟ فريضه ما درناهاش استاذ، ما درناهاش. طبعا. وقتاش مات باباك؟ مات في 2018. عندها 5 سنين. نعم. والدار باسمه، البيت العائلي راه باسمه. خلاص، بيت العائله باسمه، يتقسم بين الورثه او يباع بالمزاد العلني في الحالتين. ولا قالوا لي راهي وقف ما تتباع ما تشرى استاذ، هذه اللي ما فهمتهاش. سقسيهم هما يقولوا لك علاش قالوا لك وقف، باش انا اللي نجاوبك. نعم استاذ، هذا هو كيفاش نبدا الاجراءات استاذ، باش نوضح للامور كيفاش نبدا الاجراءات. تبع معايا كان ملايين الحالات كيما انت. يتوفى الاب ولا يتوفى الانسان اللي ترك ميراث للورثه، اخوه اخوات كل شيء. عادة اللي ساكن في البيت تاع الورثة يعتقد، ماشي يعتقد، خلينا نقولوا يعتقد، غريزة الأنانية فيه تخليه يستحوذ على البيت لأنه ساكن فيه هو، ويزيد يسكن مع أولاده والأخوات نتاعو والإخوة تاعو اللي خارج البيت هذا، ما على بالوش بهم كأنه ما همش إخوة تاعو، كأنهم يورثوش. ولما واحد فيهم بعد 10 سنين وبعد 5 سنين يتحرك ولا يهدر ولا يطالب، قال وانا الوضع تاعي كيفاش، لاني انا من الورثه، هذوك اللي ساكنين في البيت يديروا عليه كتله، يديروا عليه انكلون، يولي كانه خارج طريق، كانه راح يدي لهم حقهم. والحقيقه ان هذا الشيء منافي للقانون ومنافي للشرع ومنافي للكثير من الاعراف والتقاليد واخلاق المجتمع. المفروض انتم اللي ساكنين تعيطوا الاخ تاعكم، قال احنا رانا ساكنين، انت راك ماكش معنا، راك تسال معنا، رانا عندنا اقتراحات تبيع لنا، رانا عندنا اقتراحات نقسم، ورانا هما ولا شيء. انت الان واش دير؟ دير فريضه تاع الاب تاعك وتروح المحافظه العقاريه تطلب نسخه من العقد بالفريضه هذيك، تقدم نفسك بالفريضه لانك من الورثه، يعطوك نسخه من العقد ولا الوضعيه تاع السكن، مرهون ماشي مرهون، عنده عقد ملكيه، عنده دفتر عقد، يعطوك الوضعيه تاع السكن. بعد ذلك تروح مباشرة إلى رفع دعوة قضائية أمام الفرع العقاري اللي جاي فيه المحكمة اللي جاي فيها العقار. طبعا راح تكون كالعادة
المرور على خبير لإعداد مشروع قسمة. إذا فيه القسمة ممكن أنتم في اثنين وثلاث ورثة وممكن تقسموا كل واحد يدي طابق أو يدي أمتار، الخبير عمل فني وتقني هو اللي يقرر. إذا ما كانش قسمة استحالة القسمة، لأنه إذا كنتوا بزاف والعقاري تقسم تنقص القيمة تاعو وتولي كل واحد يدي جزء بسيط يروح للبيع بالمزاد العالمي. ولكن إياك أنت أو غيرك من الورثة في كل قضية تحشم أنك تطلب حقك في الميراث أو حقك من الأب تاعك. هذه عادة سيئة، المفروض أنا بالنسبة لي أقصى تقدير سنة، بعد السنة لابد من المرور إلى إجراءات حصر وقسمة التركة باش تبقى العلاقة طيبة بين الناس، لأنه استمرار استغلال العقارات والمحلات لمدة طويلة تخلي هذاك الوريث يحسب نفسه كأنه رزقه، لما تطلبه بعد 20 سنة تبلو بأنه رزقه لأنه راح يورثها لأولاده، ولما أنت تجي وتجيب معك أولادك تبلو بلي الرزق هذاك راح ينقص، هو راهو مجرد وريث كما هو كما أنت. عجلوا بقسمة الميراث ولو عن طريق المحاكم، المهم تكون كاينة إجراءات، ما يكونش كاين سكوت، لأن السكوت والخجل والعادات والتقاليد تورث مشاكل كبيرة جدا. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. كيفك أستاذ لاباس معك؟ الحمد لله، مرحبا بك الأخ. لكم الحمد لله. نعم، أنا ولاية تلمسان. الله يبارك، تفضل. الله يزيد فضلك. عندي واحد المشكلة مع الفرنسيين تاعي. نعم، كل مشاكل ورد بين الإخوة الآن. هذه الله يماني فاهمة أستاذ. أنا الوالد توفى، كان عايش في الخارج. نعم. بزوج بما. نعم. بأختي. توفى في 2007. هو مشى في 60 وخدام تما. نعم. عاود جا 2006 ما ولاش، توفى 2007، قعد واحد العام وتوفى. توفى في تلمسان ولا توفى في تلمسان؟ توفى في تلمسان. واه ما ولاش، قعد بصح قعد تما وهذيك في فرنسا. نعم. وخلى ما درنا لا فريده، الدرام تاعو ما شفناهمش. نعم. عاود لو ميم كا، توفات الوالده 29/12/2021. نعم، ربي يرحمهم. من 2019 ما ولاش لفرنسا. شكون اللي ما ولاش؟ الوالده ما ولاتش. توفات لو مومون دو كوفيد. توفات الوالده ثاني. توفات، قلت لك لو مومون دو كوفيد ما ولاتش. نعم. قعدت 3 سنين هنا وتوفات. نعم. عاود لو ميم كا، ما درنا فريده ما شفت الدراهم تاعها. اي بصح، باش تشوفوا الدراهم تاعها لازم اولا تعرفوا واش عنده باباك، واش عندها الام تاعك في فرنسا طبعا ماشي في الجزائر. عندي لا فرونجين تما، وعندي 100% باللي جبدتهم ابريل دو سي. هذا امر واحد اخر. راني هذه عام نعم صفت لابونك بعثت لي النيميرو ديال الكونت تاع الوالده، تاع الوالد ما عنديش. نعم. ما عنديش، وراني في عام وانا نسناهم مازال، عاود درت ايد افوكات. راني نهضر مع ما جاوبني ما والو، مانيش عارف دوك. واش قالوا الحساب البنكي تاع الوالده تاعك واش لقاو فيه؟ لقاو عطاوني لي ريليفي شحال كتجي بار موا. نعم. هل تم سحب الاموال من طرف الاخت تاعك؟ مازال ما عنديش الخبر، اسكو جبدات ابري افون ديسي ولا ابري ديسي، مازال ما عندي. شوف، هذا مشكل موجود بكثره بين ورثه ليكونوا الاباء والامهات تاعهم عندهم املاك وحسابات بنكيه في الخارج، خاصه في فرنسا. خاصه المشكل مطروح بالنسبه للمقيمين في الجزائر، لانه مشكل كبير اللي كاين انسان عمره ما خرج للخارج، ما عندوش فيزا، ما عنده ولا شيء، ما عندوش معلومات، وعارف بان كاين. ما نقدروش حنا نديباسيو للخارج. نعم، هذا مشكله. اذا انت درت التصرف الصحيح انك وكلت محامي، سواء في الجزائر محامي جزائري او محامي في فرنسا، باش يقوم لك وهذا الشيء ما يمنعش انك انت
تقدر شخصيا تراسل البنوك اذا كانت عندك معلومات وعندك ارقام الحسابات البنكيه او عندك العناوين تاع الشقق او العقارات الموجوده في الخارج، تراسلهم وراحين يجاوبوك. البنك انا هضر مع قال ما راش واجبني درت افوكات في فرنسا، هي جزائريه من زايده ليه مقيمه ليه، ما راش عندي بلوس دو 9 موا مازال ما جاوبتنيش وين الدوسي واصل. نعم انا بغيت نعرف اسكو جبداتهم ابري دي سي ولا افون دي سي. ممكن جدا، ولكن الوالد تاع الوالد راه الوالد ما ديناهمش وكان خدم في فرنسا، خدم بزاف ما درنا الفريضه الوكاله ما درناهاش، شكون وين شكون اللي يخلصها من الدراهم؟ شوف الحاجه الاولى لازم ديروا الفريضه، لازم في جميع الحالات لازم ديروا الفريضه. الان ديروا الفريضه تاع الاب تاعك وبعد ذلك راح تديروا فيها باللي توفى وشكون هما الاشخاص، وديروا فريضه اخرى للام تاعك لانها راح تكون فريضه داخل فريضه الورثه اللي هما نتوما. بعد ذلك ديروا ترجمه للفريضه هذه وترسلوها طبعا للمحاميه تاعكم في فرنسا اللي راح تقوم بمراسلات، واعتقد باللي ممكن جدا تكون كاينه ادارات اللي تقدر تحصر لك تركه الانسان في فرنسا، بمعنى انه مش راح يكون صعب انك تعرف واش عنده حسابات بنكيه واش عنده من املاك، وايضا الام تاعك. بعد ذلك راح تتاكد من الوضعيه، هل تم سحب الاموال من طرف الاخت تاعك ام لا، وفيما بعد اذا تم السحب راح ما يكونش عندها الحق لانه ماهيش الورثه الوحيده، وباي حق هي تسحب الاموال تاع الاب تاعك ولا تاع الام تاعك ولا تستحوذ على العقارات باي حال؟ يعني اذا عندها تحويل للملكية، إذا عندها تفويض، إذا عندها توكيل من طرف الأب تاعك أو الأم تاعك ممكن، ولكن إذا ما كانش أعتقد باللي من غير المعقول أنها تسحب هذه الأموال. تأكد من الوضعية عن طريق المرسلات اللي تقوم بها المحامية تاعك، أو أنت تقدر تراسل من هنا لاعتبار أن ربما لظروف التواصل مع المحامية تاعك ما تقدرش تحصل على آخر المعلومات، ولكن تقدر تتواصل عن طريق الإرساليات الخاصة بينك وبين هذه الإدارات إلى حين تظهر مستجدات في هذه القضية. معنا اتصال، ألو. واو تسمح لي؟ نعم. أنا درت الشيء اللي قلت لي عليه، درت الفريضة. نعم. كاين غير أنا وخاي واحد خويا متوفي. نعم. باقي هذه رافونجي اللي فرنسا وباقي واحدة أنا. يعني باقي أنا الولد الوحيد. بقيتوا في ثلاثة، يعني هما في زوج عندهم في زوج وانت الثالث. ايه هذه الاجراءات، هذه الاجراءات، الاجراءات انا كنت راح نقول لك تروح انت لفرنسا ولكن انت ما تقدرش تروح. ما جي با بارتي طاب علاش؟ نعم. يلفوا الفيزا نعم. نعرف اسكو نتاع بوام توفى في 2007 نقدر مام الان نطالب عليها الدراهم تاع بوام وين مشاو؟ طبعا عندك الحق، لانه لازم باش تسهل على روحك لازم يكون عندك انت باباك هذا، ما تعرفش واش عنده حساب بنكي ولا رقم الحساب ولا واش. ما كانش عندي، كان عايش معها وهذه اختي كاع السوالع نتاع فرنسا نتاع ما حتى راست البنكه وعطاوني لي ريليفي نتاع 2021. نعم نعم نتاع 2020 ما عطاونيش 2020 مانيش عارف هذا الدرام اسكو جبداتهم افون، خاطر كان عندها الوكاله. الوكاله نعرف بلي انا على حسب ما انا فهمتي وانت ادرى بهذا الشيء، الوكاله كي يموت الميت الوكاله تحبس. ولكن ممكن تكون تصرفت فيها، تصرفت في الـ في الـ في الاملاك قبل ما يتوفى. انا باغي نعرف. نعم الحل انا عندي 100% عندي 100% جبداتهم ابري دي سي بنت يما وبنت عبا. ممكن جدا. تاع عبا؟ ممكن جدا. وانا واحد قال لي عنده 70 عام عايش مع با لو 2019 قال لي الدرام دي بوك جبدات اختك من بعد الوفاه. ممكن جدا، ولكن هذا هو الجواب. الجواب هو درت الحل، درت انت كلفت محاميه ما كانش شيء اخر، يعني ما انت ما تقدرش تروح، والمراسلات ممكن تاخذ وقت ولو انها تنفع، احيانا الادارات يتجاوبوا معاك بشكل طيب. احسن شيء انك عملت محاميه باش تبع لك الإجراءات. المشكلة تاع التواصل هذا شيء آخر. شكرا على التواصل على كل حال، وشكرا على الثقة، وإلى اللقاء.